انا اللي بشكرك يا كامل على الاشاره ديت، بس انا الموضوع ده بيستدعي اجراء احنا بنعمله دلوقتي، وفي نقاش كتير جدا اول ما بدانا فيها دكتور مصطفى الناس انتقدتنا انتقاد شديد، اللي هو ان احنا نعمل مدن جديده، وقال لك ان انتوا رايحين تصرفوا فلوس كتير جدا ملهاش لازمه، مش كده؟ انا عايز اقول لكم على حاجه، لو كان الكلام ده اتعمل من 40 سنه وكان في تخطيط عمراني عمل في حساباته النمو بتاع السكان بشكل، حتى لو احنا دلوقتي بنحل الطرق وبنحاول نحسن من جوده الحياه، لكن ما زالت الاحياء زي كرداسه وابو النمرس والخصوص وغيره وغيره، ولا ايه يا دكتور عاصم؟ انت اللي هتعرضه مش كده؟ انت بتكلمني لما بتتكلم في 7 8 مليون، 7 8 مليون دول يا ايهاب عايشين ازاي؟ عايزين ده لو كنا احنا مرتبين نفسنا زي من النهارده ال 50,000 وحده سكنيه اللي احنا بنعملهم دول، تصوروا ان ال 50,000 دول احنا كنا عملنا او الدوله كانت شاركت او ساهمت او ساعدت وخلت مع القطاع الخاص، يبقى في تنميه في الاسكان متخططه ومترتبه معموله بالشكل اللي انتوا الافتتاح اللي هنشوفه دلوقتي او اللي احنا بنعمله يا كامل. تمام يا فندم. انت النهارده بتعمل ده عشان تحل مساله. تمام. الارقام اللي انت بتتكلم عليها، هو لو انت النهارده انت بتعمل خط مترو انفاق ليه؟ لانك انت ما عندكش فوق الارض حاجه تقدر تتحرك اكتر من كده. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. لكن لو انا النهارده عامل، هو انا اقدر اقول ان انا في العاصمه الجديده محتاج اعمل مترو انفاق؟ لا، متخططه من جديد خلاص، مش كده؟ وبالتالي لما كل الدوله بتخطط حاجه، ودي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للناس، لما الدوله تعمل حاجه بتاخد باساليب العلم وباساليب التخطيط السليمه في اي منشات بتعملها، ومش بس كده، ولما تيجي تنفذها بتنفذها بالشكل اللي يتلائم مع متطلبات الحياه. لو في مدرسه تتعمل مدرسه، لو في مستشفى بتتعمل مستشفى، لو في نادي اجتماعي بيتعمل نادي اجتماعي، لو في مناطق صناعيه تخدم على الحي بنعمل، مناطق حرفيه تتعمل.